معنا هاتفيا من لندن سيد محمد المدحشي المتخصص بالشأن الإيراني. مرحبا بك سيد محمد. إذا الاتحاد الأوروبي قرر تمديد العقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ما جدوى تلك العقوبات؟ في البداية أحيي حضرتك وأستاذ المشاهدين الكرام. حياك. نعلم أن هذه العقوبات لم تمنع ومن دون ضرر شك لن تمنع النظام الإيراني من مواصلته لانتهاك حقوق الإنسان بشكل فج وغير إنساني، وحتى يمكن وصفها بالوحشي ضد السجناء والنشطاء الثقافيين والسياسيين في البلاد. الإحصائيات جميعها تؤكد ذلك. على سبيل المثال، منظمة مراسلون بلا حدود خلال السنوات الخمسة الماضية أكدت أن إيران ضمن الدول الخمسة الأولى في العالم بالنسبة لسجن الصحفيين والإعلاميين، ودوما كانت إيران في هذا يعني تحتل هكذا مرتبة متدنية جدا في حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، بالإضافة إلى تصدرها لمؤشر الإعدامات. إيران تعتبر أكبر دولة بالنسبة عدد سكانها، يعني الآن نحن ليست لدينا أو المنظمات الدولية ليست لديها عدد موثق من الإعدامات في الصين، والصين لا تعلن عن عدد إعداماتها أو حالات الإعدام التي تشهدها البلاد. في حالات الإعدام التي يتم تسجيلها رسميا إيران تحتل المرتبة الأولى بنسبة ما يقارب 51%، انتهاكات حقوق الإنسان المؤشر عالميا. نعم. طيب، تزامنا مع هذه الأوضاع والتطورات في إيران، هناك أنباء عن انقلاب وزراء سابقين في حكومة أحمدي نجاد عليه واتهموه بإثارة الفتنة. كيف تقرأ هذا الموقف وما توقعاتك لمصير أحمدي نجاد؟ يعني مصير أحمدي نجاد هو ليس منفصلا عن مسير النظام الإيراني، بمعنى أنه أجنحة النظام الإيراني لا تختلف عن بعضها البعض كثيرا إذا سميناها إصلاحي ومتشدد ومحافظ. في نهاية المطاف كل أجنحة النظام الإيراني متشددة حسب الوصف الذي نعرفه في السياسة، ولا يوجد شيء اسمه إصلاحي. هؤلاء فقط يعني يتناوبون الوجوه، لكنه هناك تقسيمات أخرى غائبة عن الإعلام ولم يتطرق الإعلام العربي خاصة إليها، وهي أنه هذه الأجنحة تمثل قوى عظمى في النظام الإيراني. القوى العظمى كلها لديها لوبيات في النظام الإيراني. على سبيل المثال، محمود أحمدي نجاد يعرف بأنه لوبي فرنسا، رئيس القضاء أسرة لاريجاني ومن مع لاريجاني في الحرس أو في الأمن أو في الاقتصاد، هؤلاء لوبي بريطانيا، الإصلاحيون لوبي الولايات المتحدة، ألمانيا تدعم لوبي الولايات المتحدة، جزء من الحرس الثوري لديه لوبي، وخامنئي مع الصين. الآن بسبب احتدام الصراع ما بين القوى العظمى في العالم كما نراه على سبيل المثال في الملف السوري، أيضا الصراع ما بين هذه الأجنحة للنظام الإيراني لأنها تمثل قوى عظمى في النظام الإيراني، إذن احتدم الصراع في إذن سيد محمد، إلى أي مدى يمكن أن يكون نجاد حصان طروادة الذي يهز به الغرب عرش النظام الحاكم في إيران؟ يعني أحمدي نجاد يحاول بذكاء، أنا أصف لعبة أحمدي نجاد بقمة الذكاء، هو يستبق حذفه بزعزعة أركان النظام، لأنه أحمدي نجاد طالب بالانتخابات مبكرة واتهم النظام بالفساد. الاتهامات المتتالية التي وجهها أحمدي نجاد أرغم المرشد الأعلى الإيراني خامنئي لأول مرة أن يعتذر للشعب الإيراني قبل 3 أشهر. اعتذر، لم يحصل هذا الشيء في النظام الإيراني منذ 40 عاما، أن المرشد الأعلى يعتذر للشعب الإيراني بالتلفزيون بسبب سوء إدارة البلاد. وقبل يومين أمس عذرا بالأمس خامنئي صرح أن قلب النظام يحتاج إصلاح وقلب النظام مريض، وقال أنه إذا لم يتم إصلاح قلب النظام
النظام سيسقط. لأول مرة أيضا خامنئي يصرح بأنه خطر الإسقاط وسقوط يعني خطر الانهيار يهدد النظام. أحمدي نجاد يعرف جيدا أنه إذا خلنا نفترض حصلت انتخابات مبكرة في إيران، هذه الانتخابات ستصبح ساحة حرب بين أجنحة النظام الإيراني، وليس يعني لم تكن هذه المرة إيران لم تمر من هذه الانتخابات سليمة، لأنه جميع الانتخابات اللي شهدتها إيران تمت بتوافق ما بين الأجنحة الإيرانية. أشكرك شكرا جزيلا من لندن سيد محمد المدحجي المتخصص بالشأن الإيراني.